كذا زي عيالي. التكتيك وش؟ الكتاكيت يعني لا والله ما ادري يا ابن الحلال، انت كل حاجه تسال عن معناها وانا ابوك، وانا والله بعض المعاني كتاكيت يعني اشياء حلوه كذا. اعلنتك العليات هجر ربيع على النار. ايه شوف يرمي من بعيد حلويات. لا ما حدا الحلويات يا بابا، ما هبزانه يعني في الاسبوع مره كذا. وش انا قلت يا صغير اسكت. اول حط الفلوس عشان يدري انها توكل. الفلوس توكل هنا في بطنك، طلعها يلا طلعها. لا ورع وش تبغى؟ هذا اخوي هذا ولدي لا اخوي، انت ومالك لابيك. احفظ الجمله هذه. لا اخوي عمل لا عندنا عشاء وعندنا رايجيل. وش معي منكم؟ ابا رايجيل اللي تلهبون. طيب خروف عشان نطبخ كبسه وتاكلونه. دق راعي كرامه وراعي ثاني طبخونه. يعني نجيب اثنين، واحد نطبخ وواحد ما نطبخ. ايه طيب ابشر. وين نودي؟ جيب صغير. ايه لا ولا جيب اثنين، انا باثنين خلاص. انت حبه وتاكلونه. ياسر صغير انا كبير. يعني لازم اذا جبت لك اجيب الياسر. طيب جيب لي بسه. ما حلو بسه خلاص. جيب لي ارنب كل شيء الحلو. انا بثلاث. لا جيب صغير، انا بثلاث كذا. طب ثلاث ايش؟ ايش؟ غير جيب خروف كذا ثلاث خروف. جيب خروف ثلاث. طيب ابشر حاضر. زين انا. طيب. خوي مدخل عند المخزن. لا ما تربية مواشي في البيت. هذا اللي ناقص. او النقلة. معي ورعان يا جماعة يعشقون الحيوانات. يعشقونها. طيب شوف اسمع خلاص نحط فوق السطح ولا ايه؟ هو تحط على البلاط. لا. ها. وش تلعب؟ وش اللي تلعبه؟ الغنم. ما شاء الله عليك. احط له غنم وياكل. ايه فوق السطح على البلاط. وين جبتها هذه؟ لا كذا وكذا طوال. الرجال يجي يحطون البل ويحطون الخرات ويحطون، وين تقول جيب لي غنم؟ فوق السطح ما هنا. انا عارف انها فوق السطح. قول يا بابا جيب لنا باتليه ولا رمانيه ولا سعوديه ولا، وين تقول جيب لي غنم؟ ما في الغنم شيء لكن. الا في غنم. عنو هناك. تقهو. خسارة. لا عندنا عشاء وعندنا رايجيل. وش معي منكم؟ ابا رايجيل اللي تلهبون. طيب جيب خروف عشان نطبخ كبسه وتاكلونه. دق. راعي الكرامه وراعي. ثاني طبخونه. يعني نجيب اثنين، واحد نطبخ وواحد ما نطبخ. ايه. طيب ابشر. وين ودي؟ جيب صغير. ايه لا ولا جيب اثنين، انا باثنين خلاص. انت حبه جيب لي بسه. ما حلو بسه خلاص. جيب لي ارنب كل شيء الحلو. انا بثلاث. لا جيب صغير، انا بثلاث كذا. طب ثلاث ايش؟ كذا ايش؟ غير وش؟ جيب خروف كذا ثلاث خروف. جيب خروف ثلاث. طيب ابشر حاضر. زين انا. طيب خوي مدخل عند المخزن. لا ما تربية مواشي في البيت، هذا اللي ناقص. او النقلة. معي ورعان يا جماعة يعشقون الحيوانات. يعشقون. الرجال اللي بيدلعني من؟ انا. ها؟ انا. يلا. انا. يلا ياسر يلا. يلا يا زقري كم زقراء. طيب انتم ما تعرفون تدلعون ابوكم. الورعان يدلعون ابوانهم وانتم ما تدلعون ابوكم. ها يعني كذا اخر شيء. طيب خلاص ابى ادلع كثير. وش المشكله؟ يا جماعه والله النينجا هذا يفك كزمه.
إذا بغيت الخضار والفواكه وأغراض الطبخ، وإذا بغيت العناية بالطفل، وإذا بغيت أقسام السناكات والمفرحات، وإذا بغيت المكسرات والمشروبات بجميع أنواعها، عندي وجبة عشاء الليلة وضيوف رايجين، فأدق عليهم أطلب الطلب اللي أنا باه وأنا على السرير، يعني ما يحتاج أروح وصف في زحام وأتعب نفسي. فنينجا من أجمل التطبيقات اللي نستخدمها للأمانة. من طلبك خلال 30 دقيقة وما على باب بيتك. يا جماعة عندهم أكثر من 10,000 منتج، وريحونا كثير والله، وريحوا أهل البيوت والعوائل. إذا بغيت السناكات، وإذا بغيت الخضار والفواكه، هذا الأشياء اللي أنا أحتاجها اليوم، وإذا بغيت العناية بالطفل، وإذا بغيت مستلزمات تنظيف البيت، كل شيء متوفر عندهم. بدال ما تروح تصف سرع على الكاشير وتلف الأرفف تدور مقاضيك عند كل رف، يجيبون لك طلباتك وبسعر وعروض ما تنتفوت. إذا حملت تطبيق نينجا ادخل على العروض، يا جماعة عروض كثيرة. شوفوا هذا، اشتري 2 واخذ الثالث 60% خصم نستلة. وإذا بغيت زيت القلي اشتري 2 وادفع حق 1. بندورنا خروف أما ثني ولا رباع ولا مسحوب من تحت أمه، ثم نبى نعشي هالشوردي الزقرق زقلا. هاي النشمي، هلا ومسهل، أبقاك الله. تسمح لي أصورك عادي؟ ما في مشكلة، راعي مرجله والله. نبى لنا واحد تحت أمه. أبشر بس عاد انزل يا أبو مخلد وأمشي بس. أبشر أنا مخلد وأبوي في البيت. حياك الله. أوه صاحبي. يلا حي. يا مرحبا. شنو صحتك؟ كيف حالك؟ الله بخير. طيب؟ علومك؟ والله بخير. عساك طيب يا أبو غازي. ها وش علوم الحلال؟ والله حلال معلى زي. بالله؟ إي والله. وش تبرني به؟ تبرك بشيء طيب. والله عاد. دام جيت عند الجعيدة احتزم مرة. عادتك والله. الله يرحم والديك. وما هو بغريب، الرجال هذا تراني كنت عامله من 5 سنوات. الله يسلم. وها والله ما غير لفيت الكاميرا ولقيت. ما يحتاج، ما جيت الا عند اخوك الصغير. الله يسعد عليك. اللهم ادورنا واحد مسحوب من تحت امه حق 5-6 منها وحب. على خشمي مره زين. سلم. مسحوب من تحت امه. طلي رقم واحد. وطي وطي خليه يقف علي. رقم واحد مره معطيك الاشياء اللي تدعي لي فيه بالخير. الله يسعد. اللهم بس 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 شل 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 ود المسكوت. شل 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 هزيك. شلف فموت الراجل. لا 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 تمرق على هاليوم وتدعي لابو فيصل معه. لا هاي مره زل على خشم. الله يسعدك ابو فيصل. ود المسخوت. نوني اخذت القهوه والحلوه والشغل الزين، والله بعضها اني ما اعرفها بكذا وشين. هذا الظاهر انها شعاثه. يقول حطنا لك حالي ومالح. والله ما ادري الحالي من المالح وش، لكن بعضهم معه ضغط لا نوكلها الملح يجيب ام الطشيش. مرحبا بضيوفنا في عيوننا قبل المحل، واللي ما يسعها المحل انقلطه في عيوننا. طول عمرك يا ابو. هلا يا ابو حمد. يلا حي. كيف حالك وبشرنا عنك. ويسلمك طال عمرك. اليوم الرجال هذا يا جماعه احبه واحب سلعته. ما يجيب لنا غير الحاجه اللي احنا نحتاجها وموصينا بها الرسول، اللهم صل وسلم. راح الوفاء وابشر بالرجال اللي ما يفشلونك، لا انت ولا متابعين. الله يسعد هالوجه يا ابو حمد. اليوم طال عمرك الباكج ده مختلف يا ابو. الله 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 الله. عندك اليوم الباكج هذا ترى من مختار هذا علشانك ترى يا ابو النصر. بيض الله وجهك. ادري انك الله تحب الاشياء هذه وتحبه. انا ترى كذا تعشيت، حتى اذا ما تبي تسوي عشاء بكيفك. لا والله هذا الشغل اللي انا احبه. والله اني رايح هنا ادور اللي من تحت امه يا غازي، دوب اظهرت لكم. اللي من تحت امه شنو؟ اما طلعني صغير ولا شيء لباني. والله اني والله انك فاحش. الله يدرق عليك يا ولد عمي. عيالك وينهم اللي مسميهم على اسمي؟ ضيعت اسوامه وضيعت اسمايه وضيعت هذه. تدري وش هي؟ هذه ترى هذه مشعوثه مسواها في البيت. بعدين بشكل معين بسمن بالشغل. عندي الات حديديه. شوف اللي سوت هذه. ايه خلني اورطك. شوف اللي سوت هذه يا مخلد. ايوه ارفعها فوق ولا نزل الارض يا فهد. فكنا من السفريات ومن الجنان ترى انا حن. شوف اللي سوت هذه. ايوه علي الحرام انها تستاهل الان حوالي 2000 ريال. لا اشوى كبرت وهانت، كبرت وهانت. 3000 ريال. لا 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 عشان ايش؟ عشان الشغل الزين ذا.
هذا ابن الحلال كله يسر منتجه. ترى كل رجل عظيم خلفه امراه عظيمه يا مخلد، ان كانك ما تدري. الله يسعدك. انا احسب، انا اشوف انه مو ثلاث، انا اشوف انك اربعة كويس. مثلين على عيد احنا دوب نرد العرب عندنا ايطاليا وانت من الفلوس الجايه يوم شافوا الشلات هذاك والعلم القيامه تقوم. على الله اسالك بالله لا يا الحرام اني اصلح في بيتي، انت تخرب وانا اصلح وتسوي انك ما تشوف السباتي وتسوي لا لا والله ما شفت ايش عادي طبيعي ودنا طيب ثم يا دوب دوب انطالي والشليات والجنان السمك اللي تاكلونه في البحر هذا. اقول لك ذيك رحله متزوجين. شوف يا غازي انا ما انا ما انا ودي اروح بس ابن حان هذول اللي يضيع. لا 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 ما تضيع، في ناس هناك يتكلمون عربي ما تضيع. هذه التصريف انت قايلها لهم؟ ايوه قايل لهم. اي والله صراحه ما تصلح للي ما عنده انجليزي صار صح والله الصفر. كيفني معك كويس؟ صفر 100% خليك والله زقنه زقنه انا ايش اطلع لك ايش اطلع؟ هاك هاك كب كيك كب كيك الله يجعل بالعافيه تفاح وشغل.